فإذن هاد الثقافة ديال الحوار وديال التمازج وديال الافتخار بالماضي المشترك، جعل أنه لا من ناحية ديال التقاليد ولا من ناحية ديال الأصول نتاع المغرب هذا، صحراوي إفريقي أمازيغي أندلسي إلى آخره، جعل أن هذا الشعب ما عمره ما عالج المشاكل ديالو في شي حاجة، ديما كيعالجها في الاستمرارية، ديما كيعالجها في الحوار، ديما كيعالجها وكيعطي الدليل للعالم على أنه شعب قادر على أنه يلقى الحلول ويلقى الأجوبة المغربية لإشكاليات كبرى اللي كيشتغل عليها المنظمة الدولي سواء الأمم المتحدة أو في هذا الإطار هذا، في هذا الإطار هذا حتى المشاكل ديال الجيل الثالث من حقوق الإنسان اللي هو المشاكل ديال واللي هذا موضوعنا اللي كان السؤال ديالك، التحدي اللي كاين الآن هو التحدي ديال تأهيل العنصر البشري، هو التحدي ديال التنمية البشرية، هو التحدي ديال أنه في 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 جميع الدول، في جميع الدول لما كتعطى الكلمة للعنصر البشري، لما كتعطاه فتح المجال للإبداع وللخلق وللإنتاج، فتح المجال باش اللي ضاع يتخلف سواء في الدراسة أو في التعليم، محاربة الأمية إلى آخره، هذا هو الرهان اللي كاين اليوم، الرهان التنمية البشرية هو اللي كاين اليوم، أخطر رهان هو هذا وأخطر تحدي هو هذا. فالإصلاح بالنسبة للمغرب ككل ب 30 مليون المغاربة ديالو، والمنهجية اللي عطات النتائج ديالها وعطات واحد الوسيله من الوسائل لمعالجه اللي اليوم اعترف بها سواء في المغرب او في اوروبا او في المنتدى الدولي، المبادره الوطنيه للبشريه هو حصيله للعمل المغاربه كلهما قبل 10 سنين، واللي قادوا جلاله الملك قبل ما يكون ملك، قادوا السنوات من خلال العمل الاجتماعي ديالو، من خلال المقاربه التشرفية مع الجمعيات، المقاربة ديال تشجيع الجمعيات، المقاربة ديال القرب بالوقوف على المشاكل ديال المواطنين، بالسفر في مختلف أنحاء المغرب في السنة كلها والشهور كلها إلى آخره. هادشي كلشي شنو عطى؟ عطى واحد الحوار جاد مسؤول تشاركي، واللي عطانا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كاينة حكامة جيدة جديدة من ناحية تسير، ثم ثالثا حيت المغرب تهيئ وهي القنوات الاستقبال ديال المواطنين بالتنظيم ديالهم وخلق فضاءات وخلق مؤسسات لاستقبال هذه الإعانات هذه. العالم كله وكيحارب كل المشاكل ديال الفقر، ولكن الفقر يمكنش يتعالج الفقر يتعالج بالتضامن، الفقر كيتعالج بالعنصر البشري اللي كي يشتغل لتغيير الواقع ديالو. ماشي الفقر ماشي مشكله ديال وسائل او امكانيات او ماده، الفقر هو اولا واخيرا مشكله العنصر البشري نفسه، خصو يكون واعي بانه خصو يبدل. هذا هو الخطاب الان اللي كنمروا، هذا هو المنهجيه الان اللي حنا في الحقيقه ما حنا الا خديناها من منهجيه وطنيه تشاركيه، واللي كنحاولوا اليوم باش نزرعوا الثقافه هذه، الثقافه ديال تحميل المواطن المسؤوليه ديالو، الثقافه ديال انه هذه المشاكل اللي تكلم عليها الوراثه السي ابراهيم، الماء راه كاينين بعض الدول اللي ما عندهمش الماء، كاينين بعض الدول ما عندهم لا بترول ولا فوسفات ولا حتى حاجه. اليابان مثلا، اليابان مثلا اشنو الثروه ديالها؟ ما عندها لا ارض، ما عندها لا ماء، ما عندها لا بترول، ما عندها حتى حاجه، ولكن عندها الثروه الحقيقيه الدائمه المتجدده اللي منذ ملايين السنين وهي كاينه وكتجدد، اللي هي العنصر البشري. وهذا العنصر البشري استطاع انه بدون لا ثروه ولا بدون موارد طبيعيه استطاع انه
يشغل ويستفد من الموارد الطبيعية نتاع دول أخرى ليس لها عنصر بشري باش تنميها وباش تخلق منها وسائل إنتاج.